الأضحى على الأبواب، وأسعار اللحوم تثقل كاهل المواطن الذي لا يتجاوز متوسط دخله 2000 شيقل، عدا عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والتزامات ملابس العيد، ما يضع المواطن وأسرته تحت ضغط كبير. والله طبعا بالنسبة لأسعار اللحمة الأيام هذه أتوقع أنه سعرها مرتفع جدا، وليس بإمكان كل شخص أنه يتناولها. أي نعم، فلذلك يجب أنه هذه اللحمة تكون على أساس الأسعار مخفضة، أساس تظل يعني بمقدور كل إنسان أنه يقدر على شرائها. وللرد على فحش الأسعار في فلسطين، انطلقت بعض الحملات لمقاطعة اللحوم الحمراء حتى ينخفض سعرها بما يتناسب مع قدرة المستهلك الشرائية لإقباله عليها، خاصة في عيد الأضحى. وضمن الخطة التنموية الاقتصادية لبلدية البيرة ومساعيها الرامية للتسهيل على المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى، شرع المسلخ المركزي التابع لبلدية البيرة بتوفير لحوم الماعز الصربية للمستهلكين مباشرة من المسلخ، في إطار تدخل وزارة الزراعة لتوفير الاحتياجات التي يتضاعف الإقبال عليها في عيد الأضحى. أصحاب محلات اللحوم يرحبون باستيراد اللحوم من صربيا لتخفيض سعرها وإقبال المواطنين على شرائها، وسيخصص 17,000 من الخراف الصربية للضفة و8,000 لغزة، وسيتم بيعها للمواطنين حية. وتتوافق مواصفات اللحوم المستوردة مع المواصفات الفلسطينية وذوق المستهلك، حيث إن الأغنام تم تربيتها على يد مزارع فلسطيني، وتمت تغذيتها بأعلاف قريبة من الأعلاف المستخدمة في المزارع الفلسطينية. لقناة الفلسطينية ديالا خوري.